السلام عليكم. ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهارده عن الجوندس والبريجننسي. انا طبعا ده جزء من الميديكال ديس اوردر والبريجننسي. الموضوع طبعا يعني انتوا دلوقتي في موديول الريبرودكشن، فالموضوع ان شاء الله يعني ما تقلقوش، حاجه بسيطه سمبليفايد خالص. هنتكلم من منظور بسيط لان المينلي اكتر مع البريجننسي دلوقتي، بس من اسمه جوندس والبريجننسي محتاجين نعرف يعني ايه جوندس، وده هتاخدوه بالتفصيل ان شاء الله في موديول الجي اي تي اللي هو اليلو ديسكلاريشن في السكين والسكريلا والميكوس ممبرين نتيجه للاسوشيشن ان السيروم بلوروبين اكتر من 2.5 مللي جرام بر ديسيليتر. واللي الجوندس ويز بريجنانسي زي اي مرض، يعني زي ما اي حاجه تاخدوها وارد ان يكون ده سببه اوريدي ان البيشنت عنده ليفر ديزيز وبقت بريجننت، عيانه اوريدي هباتيتس سي وبقت بريجننت، عيانه اوريدي عندها هيموليتيك انيميا وعندها هيموليتيك جوندس وبقت بريجننت، فحاجه اوريدي بالفعل اسوشيتد ديزيز او حاجه اوريدي سبيسيفيك للبريجننس، يعني امراض ما بتحصلش از ويز بريجننس بس في الليفر، زي ايه؟ من اسمه اكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي والانترا هيباتيك كوليستيسيس اوف بريجننسي والهيلب سندروم والهايبر امسيس جرافيديا. دولت الموديولز دولت اللي هم نقدر نقول عليهم الديزيز السبيسيفيك للبريجننسي، طبعا كديزيز ليفر، يعني ليفر ديزيز سبيسيفيك للبريجننسي. من اسمه اكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي، دوت من اسمه يعني فاتي ليفر، ما فيش عندي فايرال هيباتيتس، ما عنديش انتر هيباتيك كوليستيزيس، ما عنديش اي انذر اورجان ممكن يكون هو السبب في المشكله اللي احنا فيها ديت وهو اللي عامل المشكله ديت ان البريجننسي مفيش هيباتيتس. امال ايه الاتيولوجي بتاعه؟ وارد يكون ميتوكوندريال ديس فانكشن، وارد يكون لونج تشين حصل ميتوكوندريال ديس فانكشن. اسف لو حصل عطل ولا حاجه، وارد ان يكون دوت سببه ميتوكوندريال ديس فانكشن، ان حصل هو ده السبب في الاكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي. تمام، بيحصل في الثيرد تريمستر، مش يهمني انا، مش عاوزين نقلب دماغكم بيه. ايه كلينيكال بيكشر من اسمه؟ عيان اكنه عيان هيباتيك وفي نفس الوقت عيان هيباتيك وبريجننت في نفس الوقت، فوارد ان يحصل لها الدايليما بتاعت الليفر من شويه الايه النون سبيسيفيك، الانوروكزيا، النوزيا، الفوميتنج، الهيديك والجوندس، وان يحصل ممكن ايفن ليفر سيل فيلير وهيباتيك انكوفالوباسي. وانس ان البيشنت حصل ديليفري وسبورتيف تريتمنت بيحصل كلينيكال امبروفمنت وبترجع طبيعيه تاني. تمام، طبعا ان انا ممكن البروجنوزس بتاعه ايه؟ ان ممكن يحصل ماترنال مورتاليتي في 15% من البيشنت، ممكن تخش في فالمنانت هيباتيتس وهيباتيك انكوفالوباسي، وارد ان يحصل فيتال مورتاليتي ان الطفل هو اللي يموت، ووارد ان يحصل اللي هو الانتر يوتراين فيتال ديث. تمام يا شباب، طب ايه المانجمنت بتاعي؟ هو سبورتيف تريتمنت عادي كذا، اي عيان ليفر سبورت، بديله جود هيدريشن، بديله عندي كواجولوباسي بعالجها ببليتلت، بدي اي في جلوكوز، بمونيتور، ولو فالمنانت للاسف العلاج الوحيد الليفر ترانسبلانتيشن. تمام، الانذر ديزيز هو الانتر هيباتيك كوليستيزيس اوف بريجننسي، والانتر هيباتيك كوليستيزيس اوف بريجننسي دوت بيحصل في الليت بريجننسي، وممكن يكون هيريديتري وممكن يكون جينيتيك وفاميليال ونتيجه لدامج. طيب من اسمه انتر هيباتيك كوليستيزيس اوف بريجننسي دوت مشكلته ان بيحصل كوليستيزيس عنيف وجوندس وديب جوندس، طبعا هو بيحصل في البيشنت ديت. طيب ايه المشكله؟ ان بيحصل في الثيرد تريمستر الجوندس بيعمل بريورايتس وبيعمل دارك يورين والجوندس. طيب ايه الحل؟ بيختفي وردك وانس ان انا عملت ديليفري، عشان كده قلنا دي سبيسيفيك ديزيز للبريجننسي يا شباب. طيب علاجه ايه؟ بدي ارسيد اوكسيكوليك اسيد واللي هو اللي اسمه في السوق اورسوفالكو ليفاجول، بدي كورتيكوسترويد،
بدي فيتامين كي، البروجنوز بتاعه انه ممكن يحصل فيتال ريسك ان يحصل بري تيرم ديليفري او انترا يوتراين ديس فيتال ديس، وان سيزيريان سيكشن طبعا لازم، وانه ممكن يحصل ريكرنت. بس زيك ده كده كان ببساطه يا شباب الانترا هيباتيك كوليسيز اوف بريجننسي والاكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي والهيلب سندروم، وكل ده ان شاء الله ما تقلقوش، يعني الموضوع بسيط وسيمبل، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله يا شباب.